زمن الصوفية بيقول لك الوهابية دل بينكروا المديح يا أخي. وينو المديح؟ ناس أأم أميما في ميمي، أأك أكيكا في كيكي، أأس أسيسا في سيسي، ده ياهو. ولا على الأولى البيجو يختموا بها الحفلات. ناس سوداني ذاتهم قاموا قلدوها، ما عارف جابوا لهم نغمة كده، مين ما عارف أنا. ها والشايق شايل له رتينة واقف توب حمار في الطين، راجل الصالحين يدوا البنزيمة الليلة بنزيننا نحن ذاته بقى في جهجة، لأنه كلهم البنزين كبوا في الحمير بتاعت الصوفية، فهمت؟ المهم ده ما مدح للرسول صلى الله عليه وسلم، ولا الكباش القيدو في شبله، جيت أزور جبله، جيت أقف قبله، لولح وزقل وعدم الصوفة وفي الفريق زقل، فهمت؟ ده ما مدح للنبي صلى الله عليه وسلم. طيب المين بيتكلم عن قال يا نفسي أمرحي لطيب مرح بزيارته تفرحي يوم القيامة. والزيارة دي بتكون لمن؟ للمساجد. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. بعد ما تصل للمسجد النبوي بعد ذاك يشرع لك زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، لكن لا تقصد ابتداء، وإنما الذي يقصد ابتداء زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم والصلفي كما قال العلماء وأجمعوا على ذلك. بيتكلم من كراماته، قال كراماته ما بتنعد. طبعا يا أخواننا الكرامات في الدين موجودة، ربنا قال ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. بعض العلماء قالوا البشرى الكرامة، لكن العلماء قالوا الكرامة عندها شروط. أول حاجة لما انتقع من زول بنشوف حاله، أول شيء هل هو إنسان موحد تمام ما عنده حجبات، فهمت؟ ما عنده شرك بالله وبدع وضلالات، ده الشرط الأول. الشرط الثاني ما تخالف شيء من الدين، ما تخالف الدين والشريعة، دي الكرامة. الشيء الثالث الكرامة يا أخواننا تكون خارقة للعادة، ولا تكون خارقة للدين، ولا تكون بحسب هوى الإنسان الذي وقعت عليه، فتقع على يد الصالح وتجري على يده من غير إرادته، من غير إرادته. لكن ما بخدت له في جيبه كرامات، دارين شنو وديك، دارين شنو، هذه معجزات الأنبياء. طيب قال كراماته ما بتنعد، نشوفها. قال كالبحر بل أزيد يرويها جماعة لا خبر آحاد وفرد، البر عظيم بقى زي الترابي بقى عنده راي في خبر الآحاد. قال صح ومتواتر عن الأب والجد، لغاية ما قال في مصر تجزأ للأربعين أحد، شرح البرعي براه صفحة 41. قال جاء في الأزاهير، أزاهير الرياض بتاعت عبد المحمود نور الدايم الخليفة بتاعه الجيلي هلك قبل فترة، ده قال السمانية، قال أهل شنو، قال أهل حوبتنا ولا حاجة زي دي، قال الصاقط بنمرر يوم القيامة، قال صاقط كمان القيامة فيها واسطات وكيزان كمان، ها فيها واسطات كمان لعب. قال الكرامة دي، قال شنو، قال جاء في الأزاهير أن رجلا من أهل بلاد الريف يقال له علي الصعيدي، قال لما دخل سيدي الشيخ بلادنا يعني مصر وافق دخوله شهر رمضان، فطلبه في يوم واحد نحو أربعين رجل من تلامذته للإفطار عندهم، وذلك من غير علم أحد منهم بطلب الآخر. فلما غربت شمس ذلك اليوم وأنا وقت الإفطار، تطور الشيخ على عدد تلامذته المذكورين وحضر عند كل واحد منهم. توقيع إزبستون. طيب لا قال بعد ذاك له سلم يا ولد القلب البيت ولد، ده ما الدين في السودان للأسف. الدين تلقى الإذاعات كلها ملانة زي دي، جيبوا لك صوفية تلقاهم وأوح وها وهي، ده شنو ده، فهمت؟ قال برضو أورده صاحب زهير الرياض، وده قال ناس الدار كده قبل ما نجي الموضوع ده، ناس الدار قبل كده في موية قالوا مرقت من القبر حقه مويه، تخيل ناس الجزيره في الحصحيصه محتاجين مويه كرامه، ها في الحصحيصه محتاجين مويه. المهم قالوا المويه دي فيها فوائد، من هذه الفوائد انه قال من شرب منها شربه لا يظمأ بعدها ابدا، والله المويه في الحصحيصه هنا في طابه عبد المحمود. المهم قال نسب للشيخ يعقوب تلميذ الشيخ احمد الطيب، كان للشيخ يعقوب تلميذ وله ست بنات، فشكى له يوما عدم الولد الذكر، فأمره أن يحضر عنده بعد صلاة الصبح من يوم الجمعة واحدة من بناته، فأحضر من اختارها منهن في الوقت المذكور، فمر يده عليها، وعلى ده طبعا حرف استعلاء وتمكن، مش من هنا
من أعلى الرأس والفاخورة إلى أخمص القدمين كده عمل لها كده قالت وشفتي ولا جنو تظليل مش فهمت؟ وقال وقرأ قوله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت عندهم الكتاب فانقلبت ذكرا من حينها. من بيت كانت شنو؟ كانت ولد. قال وعاش ذلك الولد نحو من 55 عاما وخلف بعده ولدا يدعى أبي ورق. بعدك القلب ذاته القلب البيت القلبة جابت ولد برضه وسموه أبو ورق ودي كانت أبو شنو ما بعرفها أبو الدقيق ولا شنو. قال وهذه الكرامة مشهورة في بلاده أوضح من نار على علم ولولا وقوفي على صحتها لما سطرتها هنا. والله يا أخواننا زول كافر يقرأ الكلام ده ما بيسلم والله. عشان كده كثير من الكفار يقول قال أنا الحمد لله قريت الإسلام قبل أن أعرف المسلمين لأنه لو جعرف أسي أمشي حمد النيل يوم الجمعة بتلقى في خواجات بيجوا والخواجة تلقاه بيصور فهمت وبيضحك والدرويش تلقاه بما يشوف الخواجة شغال انت قالوا هم شايف بيشوف بيعكس الكلام ده يوريهم يقول لهم هذا للدين ده هو الدين. عشان كده بتلقى الإزيرك مشى الآن في أمريكا قال مشينا قال مشينا أمريكا وقال جلسنا مع 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 شنو مع الكونغرس الصف الأول والبيت الأبيض الصف الأول ومجلس الكنائس قال وجلسنا على طاولة حوار. طبعا عنده إسهال فكري عنده وهمة في المصطلحات يعني أنت لما تجيب مصطلح معناه بيجيت ولد جادع فوق في الكفر يعني فهمت. قال وخرجوا أن التصوف هو المذهب الحق والإسلام الحق. يا سلام عليك الكفار ناس أوباما والجماعة ديل ربنا قال ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى شنو تتبع ملتهم انت تتكيف منهم. ومجلس الكنائس اللي بيقولوا الله ثلاثة انت تقف معاهم عشان تعرف انه دي مناهج باطلة فهمت. وده كله كلام باطل. ربنا سبحانه وتعالى قال فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. وغيره من الآيات ربنا قال أفمن يخلق كمن لا يخلق. وربنا قال يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا شنو ذبابا. ذباب ده مفرد يعني واحدة ضبانايا واحدة. شوف ربنا يتحدىهم بشنو بضبانة واحدة. بعد ده ربنا قال لهم الضبانة ذات كثير عليكم. قال وإن يسلبهم أسيب تلقى واحد ماشي للشيخ يجدع النعلات برة فهمت ولو عنده تنباك يدعو مسافة كيلو ويجيوا مريح ونظيف فهمت وواحدين بيجوا ماشيين يحبوا للشيخ ويبوس يد الشيخ وكده خايف من الشيخ. ربنا قال للشيخ ولينا كلنا ما بنقدر نعمل الكلام ده. ربنا قال الضبانة بتجي تقعد مع الشيخ ذاته بتاكل في السمينة الضبانة دي آية من آيات الله. داك الدرويش بيدوكم هوا عديلة يقول له داير نجاح عديلة يعمل لك كده وتمشي تاكل الدغمة هناك فهمت كويس. وإذا أنت يعني زول عندك قروش ممكن يخلوك تاكل في صينة الشيخ. أما الضبانة دي بس مع الشيخ بس يعمل لها كده تاني تجي راجع. ربنا قال وإن يسلبهم قلع من غير إذن ضد الضبانة وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. فالعقائد دي أخوان العقائد الشركية وغير مئات من العقائد التي تحزن الإنسان والتي جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بحربها والتي كان كثير منها لم يكن حتى في عقائد أبي جهل وأبي لهب وعقبة بن أبي معيط. يا أخي الكفار ما كان بيعتقدوا إن غير الله بيخلق ولا بدي الجنة ولا كان في أبو جهل ولا أبو لهب بيشيل مرته بيشي يوديها للات ولا هبل عشان هبل يبزغ لها في راسه إملاء سلو تيبي ويقول لها بنديك جنة. كلام باطل يا ناس. فده الدين. بعد ذلك جو مرقوا الشيوعيين قالوا لأنه الدين بقى كده يبقى ما دارين الدين. أنتوا يا شيوعيين ما فاهمين الدين. ده ما الدين. ليس الإسلام هو التصوف ولا الإسلام فرقة من الفرق ولا طائفة من الطوائف ولا جماعة من الجماعات ولا طريقة من الطرق. إنما الإسلام هو ما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ده الإسلام. وهذا هو الذي ارتضاه الله دينا ولا يقبل دينا سواه. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. برضو الدين جاء الشيوعيين انتشروا ونبذوا الدين وكذا وكلام كثير في السودان. الشيوعيين ديل جاي واحدين كمان طفروا بغادي ديل تبع ناس داعش ومنهم المكتبة العلمية القاعدة بجاي دي اشتغلوا معاه من صار السنة واحد اسمه يسري الفاتح
وثاني اسمه مين؟ عاصم محمد سيد. نحن زمان كنا معهم أنصار سنة وخليناهم. لما كنا معهم ما كان بيجوا يشتغلوا مع المكتبة العلمية دي، المكتبة العلمية دي، فهمتها؟ تبقى تمشي تخش، طبعا بيجيبوا لك شريط وإن أختنا مستضعفة في فلسطين، وإنت تكون زول عندك غيرة للدين، لكن بيستغلوها غلط، ومنهجهم ذاته باطل باطل. نتحدى أي واحد لغاية أستاذهم اللي بيصحح للطلبة بيشيل لهم أتندس في المكتبة ذاته. كلام ده احنا حافظينه إنه جاي تقال لك الجامعة دي بعيدين منها، فهمت كويس؟ فدال جو طفروا بغالي، قال أيوه شيوعي كافر، أنا أقتل بيدي طوال. ده برضو منهج باطل. احنا لما كنا في الجامعة دي في سنة من السنوات الرحلة العلمية بتاعت الدمازين، واحد زاغ من الرحلة العلمية ورسل المسطرة الطويلة دي لأبوه أمه وقال لهم أعفوا عني، لأنه ديل بملوك. يقول لك شايف المسلمين مستضعفين، وصح مستضعفين، لكن لو مستضعفين تعمل شنو؟ ربنا قال وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، والقوة تنقسم إلى قوتين، قوة إيمانية وقوة مادية. القوة الإيمانية تبدأ بالتوحيد، أنت ما ممكن تجي تغش الناس وما تبين لهم التوحيد والعقيدة، والشرك موجود، ودار المسلمين انتصروا ما بينتصروا. ربنا قال سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله. يجي يغشوا الشباب المساكين ويمشي يودوهم برا طوال، يودوهم وهم قاعدين هنا، يجي يغش الشاب لابد أن نذهب وهؤلاء وفعلوا بالمسلمين، وتلقى قاعد مربي له ثلاجة قاعد، فهمت؟ عشان يحك أظن داير له حنكله من بعيد، فهمت؟ قاعد وراكب آخر عربية وساكن أحسن الأحياء، فهمت؟ وتلقاه قاعد ما داري مش ولده، لو مشى شهر واحد كما حصل، أنا بس ما داري أذكر لك بعض الأسماء، ولده لما يمش يجيوا لك سكر، سكري ولا اسمه جنو سكري، ويجيوا لك ضغط ويبقى ضعيف وتعبان. ليه انت اولاد الناس لما يمشوا بيبقى حلال، ولما ولدك يمشي يبقى حرام؟ زي ما قال الشاعر حلال على بلابله الدوح، حرام على الطير من كل جنس. فالدين ده دين، ربنا قال يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافة. فعشان كده اخواننا الاحزاب البس، لانه الوقت ما بيتسع والكلام فيها طول، لكن الأحزاب دي ضرت الناس، والناس لو دارت تمشي لقدام زي ما قال عمر رضي الله عنه نحن قوم أعزنا الله بهذا الدين، والدين دار تعلم صحيح، فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. نحن ما بننجح بمناهج غير مناهجنا. ناس يقول لك عشان احنا ننتصر والأمة دي زي ما بيفعلوا الأخوان المسلمين، يقول لك لابد نقلبها نقلبها. أها قلبتها أها حصل شنو يعني؟ حصل شنو؟ غيرت شنو؟ يتغير شنو؟ ما يها نفس الأخلاق. الحاكم ده مننا نحن، ولدنا نحن، أخلاقنا يها أخلاقه، تعاملنا يهو تعامله. فلا بد نحن نتغير للأحسن عشان ربنا سبحانه وتعالى يغير لنا حاكمنا. ويستأنس بقول الله سبحانه وتعالى وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. وكما جاء في الآثار عن بعض السلف إنما عمالكم أعمالكم، يعني أنت لو دارت تشوف أميرك ده يبقى كيف، أنت شوف شنو عملك أنت كيف. شكده جاء واحد لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه في الأثر، قال له ليه في زمن عمر بن الخطاب وبكر الصديق ما كان في مشاكل وكذا وحروبات إلى آخر، وفي زمنك في مشاكل وحروبات؟ قال له لأن عمر بن الخطاب بيحكم زيانا، وأنا بحكم زي خلقتك دي، فهمت؟ فنحن لابد نحن نتغير يا أخوان، لابد من التغيير. ما تجي تقول لي لابد يزرعوا الزراعة، ما بتنجح ما دام في شرك في قبب. مش الفدان يا هو الفدان، والمطر يا هالمطر ما وقفت، والأرض يا هالأرض البركة بتاعتها مشت ليه؟ وليه ربنا صلت عليك الظلمة؟ وليه 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 ليه؟ بما عملت أيدي الناس. ولذلك هذه الذنوب والمعاصي يا أخواننا بتمحق البركات. عشان كده احنا بنجي نبين هذه الامور للناس، ونبدا بالعقيده وبغيرها من الامور، والكلام يطول في هذا الباب، لكن اذا كان في فرصه للنقاش او المداخلات او الحوار نفتح فرصه للحوار. لو في زول معترض على كلامنا شايف انه التوحيد ما نبدا به اول، ليس هو منهج الاصلاح، وديل قاعدين في الجامعات، في ناس بيشوفوا انه الدين ذاته عشان نصلح اول حاجه نفجخ الدين ده تحت اول حاجه. واحدين قاعدين هنا زي ما قال لينين بتاع الشيوعيين اللي بيسموهم الجبهة الديمقراطية، قال بأي معنى ننكر الأخلاق وننكر السلوك؟ بالمعنى الذي تبشر به البرجوازية
التي كانت تشتق هذه الأخلاق من وصايا الله. وبهذا الصدد نقول بالطبع أننا لا نؤمن بالله، ما بيؤمنوا بالله. 2008 هناك جم سيارات، فواحد شيوعي جاي من الإسلامية. طبعا الشيوعيين الظروف البيئية بتاعتهم عشان ينمو، طبعا أي مرض عنده جنوم عنده ظروف بينمو فيها، يعني ما تلقى فيه الله يكرمك ضبان وطين وكذا وحاجات زي دي، في دوسونتاريا وجارديا وحاجات زي دي بتظهر. فمما تلقى الجامعة فوق اختلاط وفساد وغنى كثير وكذا، بتلقى الشيوعيين كتار. فهو ذاك جاء طفش من الإسلامية، جاي من الإسلامية، فهمت؟ لأنه هناك بتلقى الكديس ذكر انتهى هناك ماف، فهمت؟ المهم جاء هنا قال اغنعوني انه الله فيه. قلنا له طيب انتوا بتقولوا الله ماف ليه؟ لأنه عندكم نظرية داروين اللي بتقول أصل الإنسان كان قرد صح؟ وكان عبارة عن حشرة في مستنقع. قال أيوة. قلنا له طيب من أين جاءت الحشرة في المستنقع؟ فوقف، مش نقول حمار الشيخ، بعرت حمار الشيخ في العقبة. فقال ما كانت في المستنقع. قلنا له طيب من أين جاء المستنقع؟ ما أنت مش جاي لشغل بتاع نجر أخضر زي ما بقولوا، ننجر معاك للنهاية. أنت عندك فرار وأنا عندي فرار، عندك منجل وأنا عندي منجل، أنت ليه تنجر وأنا ما أنجر؟ فهمت؟ النجر ساهل. قال لا، قال في حاجة اسمها نظرية الانفجار العظيم ومذنب هالي، أظنه زمان كان بيحضر سنبل. قلت له طيب من أين جاء الانفجار العظيم وما هي بيئة الانفجار والمواد المتفاعلة والبيئة المناسبة، من وين جاءت؟ فما عرف يقول حاجة. عشان كده العلماء قال لك، قلت له العلماء قال لك راسك ده ميزان دقيق لكن لا يصلح لقياس أي شيء. الآن عندك مقياس بتاع حرارة ترموميتر، هل المقياس ده أنت ممكن توزن به حطب، قنطار بتاع حطب، شوال بتاع فحم؟ ما ممكن. ميزان الذهب تقدر توزن به شوال بتاع اسمنت؟ بتكسر. فعشان كده دي حاجة فوق ما يدركه البشر. يا أخي ربنا تحداهم في صورة الإسراء لما جاء اليهود قالوا للكفار قريش، لما سألوا اليهود قالوا والله إحنا غلبنا حيلة كده، نشوف اليهود ديل يمكن يكون عندهم منطق. فمشوا قاموا سألوهم، قال لهم اسألوا هذا الرسول ثلاثة أسئلة إذا جاوب لكم معناه صح، عن فتية خرجوا في أول الزمان، وعن رجل ملك الدنيا ذا القرنين، وعن الروح. فربنا قال ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. يعني الليلة بتسأل الإنسان ما هي الروح بيقيف ما بيقدر يعرف. الآن في قرايتكم دي في حاجات الناس ما وصلوا وما عرفوها، ها؟ وده ما يدل على إنها ما في. عشان كده المثل بيقول لك جهلك بالشيء لا يعني عدمه، ده من ناحية انبساغية كده، فهمت؟ كونه أنت جاهل بشيء معناه مش معناه إنه ما في، معناه أنت جاهل به كويس. تجي أسئلة لأختبر الأساتذة اللي قاعدين في القسم، ولما يا أخواننا دارين تعريف الحرارة، ولك هي شكل من أشكال الطاقة، يا سلام عليك أنا عارف. زي ما ده قال كأننا والماء، ده بجيبوه علماء اللغة في المعلومة الفائدة، كأننا والماء من حولنا قوم جلوس حولهم ماء. عملت شنو يعني؟ قال كأننا والماء من حولنا قوم جلوس حولهم ماء. ها في شنو يعني؟ ما موية وناس قاعدين حولها، في شنو يعني؟ كويس. ولذلك ما بيعرف لك، عرف لي الكهرباء دي، عرف لك التيار وشدة التيار والمجال والبتاع والهناء، لكن ما بيعرف لك شكل من أشكال الطاقة، الضوء شكل من أشكال الطاقة. يا أخواننا عشان كده ابن تيمية رحمه الله قال والشرائع تأتي بمحارات العقول لا بمحالات العقول. يعني شيء بحير العقل، لكن العقل ما بقول ده ما ممكن يقع، ما ممكن. ولذلك الزول اللي بيدخل عقله في أي حاجة ده يدل على إنه عقله ناقص، عقله ناقص. يا عادي بس يقول لك في المسألة العادي، يقول لك أدي العيش لشنو؟ لخباز. ومش أنت دار تدخل بوزك ده في أي حاجة؟ لكن ديل عندهم قلة أدب الشيوعيين، فهمت؟ اللي بيقولوا إن البقرة حينما تلد عجلا زي ما قال فرويد فيناطح أباه من أجل أمه، نريد مجتمعا شيوعيا مثل هذا المجتمع. عشان كده فطومة أحمد إبراهيم أرجى الراجل في الحزب الشيوعي تقول في مجلة الدستور، قالت المرأة إذا زنت لتطعم أطفالها فإن الله لن يحاسبها، لأن سياسة الحاكم هي التي دفعتها إلى ذلك. كده قبل ما نجي للرد من الشريعة، زول جعان تعبان وما قادر يأكل بيقدر يقيل أدبه؟ أنتوا كده برضو كمان دارين تنبزغوا معانا في الموضوع ده؟ يا راس ما تقيلوا أدبكم، فهمت؟
يا خم تلقاهم بتونسوا الا يمشي يشتروا عصير. معناه الوقفه دي دار لا طاقه، صح ولا ما صح؟ الونسه دي شكلي من اشكال الطاقه ولا شنو؟ فهمت؟ نعمل لك لا منحنى ولا شنو شيوعي؟ فده هو الساكن، ده شغل بتاع قله ادب. فده الشيوعيين ده المجتمع الدايرينه. عشان كده لينين بتاعهم قال لهم، قال فغايه ما يلام عليه الشيوعيون انهم يريدون اشاعه صريحه للنساء بدلا من الاشاعه المغطاه بالرياء والمداجه. ما في حاجه اسمها مرتي ومرتك واختي واختك وحدود ويتقدم واخطب ولا يخطب احدكم على خطبه اخيه والى اخره. لا لا، بس دايرين شغله فاكه ساي. والغريبه عمك الترابي والولادات بتاع انه اليتامى اللي قاعدين ديل، فهمت؟ ديل برضه بيجوا بجانب ثاني برضه بيجوا مؤيدين الشغله. الترابي بيقال المراه تعرس روحها براها، فهمت؟ اها قبلاني اي خلاص الحنك تم، يقول لها شوفوا يفوتوا يا ناس. وانا عندي فيديو للترابي ده في مسجد، جاب البيت وجاب الولد، وده شغل بتاع زينه ساكن. والله ده زينه ساي، ما فيه اي ذره من عرس او من زواج او من رباط شرعي. وما مشكله، انت لو عندك فرصه تعال خش، انا كلامي بادله، ربنا قال قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين. لو داير تعال خش، الفرصه مفتوحه للمداخلات، ما عندك اي مشكله. لو انا قلت كلام باطل تعال بينه للناس، ما تكورك من برا، لانه ربنا قال الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. الترابي قال عذاب قبر ما في، ده الترابي. ولاداته هنا، ولادات الترابي هنا، ده 2007 قالوا اول كادر لهم اسمه عيسى بيقرا جامعه النيلين، قال بسم الله والصلاه والسلام على ذلك الشاعر الكاهن، ولا اصلي عليه الا لان الله امرني ان اصلي عليه. كلام بادله انت قاله ساكت؟ نحن بنتقرب لله بكلامنا في الضلال ديل. الترابي ترابي زول مجرم اجرام شديد، في زول عنده راي فرصه مفتوحه للمداخلات، فرصه مفتوحه، اتفضل ما في مشكله تعال. والله صدر انا رحب جدا. خلوه خلوه يا اخوانا خلوه، بس كلام كلام انت قلت لك، بس لكن والله ما تجيب الفريد، والله كلام كامل جدا، ما في اي كلام، ما في يعني بس الناس ما تجيب. طيب جزاك الله خير، 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 جزاك الله خير. نحن بنتكلم في الناس حيين وميتين بدليل، اما الاحياء فان النبي صلى الله عليه وسلم وده قدوتنا، ربنا قال لقد كان لكم في رسول الله شنو؟ أسوة حسنة. يا أخي زول لو جاء دار يعرس بيتك قبل ما يجيك للأدلة، زول لو دار يعرس بيتك، عرس بيتك وجيت سألت جاره قلت له والزول ده كيف وهو بيسب الدين وبيشرب البنجو، فهمت؟ وبيضرب أمه في البيت، ده بيتعرس ليه أنت؟ إذا سألت جاره ده وما وراك يبقى آثم ولا ما آثم؟ هل هو ذاك عارف؟ ما عارف. غيبة؟ أي غيبة، لكن واجبة. وده الكلام ده ذكره الإمام النووي في شرح مسلم وفي رياض الصالحين وفي الأذكار للنووي، وذكروا الإمام البخاري في باب غيبة أهل الريب والفساد، وده مما يتفق عليه العقلاء. عشان كده الإمام النووي جاب حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أنها جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن معاوية وأبا الجهم خطباني، يتقدموا لي دارين يعرسوني. قال أما معاوية فصعلوك لا مال له. صعلوك معناه شنو؟ معناه فقير، مش بلغتنا نحن السودانية. قال وأما أبو الجهم فكان لا يضع العصا عن عاتقه، كان ضرابا للنساء، ولكن أنكحي أسامة بن زيد. الإمام النووي قال النبي عليه الصلاة والسلام ذكر صحابيين جليلين في غيبتهم وما كانوا فيه بأمر يكرهه، يا ولا ما يكرهه كويس. فقالوا إذا كان ده جاز في أمر الزواج بتاع الدنيا، كيف بأمر الآخرة؟ زول يجي يقول عيسى ما نازل، يقول عذاب قبر ماف، والرسول صلى الله عليه وسلم قال يا عائشة إن عذاب القبر حق، وأدلة كثيرة. زول يجي يقول في الصلاة في جامعة الخرطوم الميدان الغربي بتاع هندسة 2006، قال الواحد يقول السلام عليكم السلام عليكم، أنت بتسلم على منو؟ لا يعني الصلاة انتهى تتمغى يعني ولا شنو؟ ما بسلم. دي شعائر، شعائر لا مدخل للعقل فيها، العقل ده ما عنده مدخل فيها، ده أمر تعبدي محض طاعة لله سبحانه وتعالى، عرفتها؟ الترابي بيجي يطعن في أبو هريرة رضي الله عنه، في صحابي من أهل الجنة، يقول أبو هريرة ده كان زول لفاف ساكت، وابن عباس زرو، دي قال الترابي.
كويس ويطعن في اصول الدين والاسلام. الترابي قال ذا كماف، انت رايك شنو في الكلام ده؟ فده زول ما يتكلموا فيه ده خرب الدين كله. ها سدرة المنتهى ماف قال لانه في الاخره هناك ما في شوك. ها هو ده. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر ما في الجنه العلماء قالوا ما في مما اسماء الدنيا ما في الجنه الا شنو؟ الا الاسماء. ربنا ذكر انه في خمر في شنو؟ في الجنه فيها انهار من ماء غير آسن وانهار من خمر لم يتغير طعمه وانهار من لبن لم يتغير طعمه وانهار من خمر لذة للشاربين وانهار من عسل مصفى. وربنا قال عن الخمر لا يصدعون عنها ولا ينزفون. العلماء قالوا الخمر فيها القيء، الزول بيشرب الخمر بيحصل منه القيء والصداع واللغو وذكر امر اخر. ها ده في الخمر، اما الخمر في الاخره موجوده وده كله ما فيها. فهمت؟ ده كله قالوا الترابي. تيجي تقول لي بعد ده خليه، ده زول ملحد الترابي وغش ناس كتار الان مبارينه في الجامعه دي وفي غير الجامعه دي، فده زول مجرم. اما الاموات فان النبي صلى الله عليه وسلم الحديث المشهور مر عليه بجنازتين، والجنازه ده حي ولا ميت؟ ميت. فالاولى اثنوا عليها خيرا قال وجبت وجبت وجبت، والثانية أثنوا عليها شرا. أثنوا عليها شرا معناه شنو؟ معناه قالوا الوط صلاي ولا طعنوا فيه؟ طعنوا فيه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت وجبت، فقال عمر ما وجبت؟ قال الأولى أثنيتم عليها خيرا وجبت لها الجنة، والثانية وجبت أثنيتم عليها شرا وجبت لها شنو؟ النار. أنتم شهداء الله في الأرض. بعدين الناس ديل اللي بنتكلم عنهم ديل هنا ده بقول لك أنا الله ذاته، ده بقول أنا الله، أنا الواحد الفرد الكبير بذاته، أنا الواصف الموصوف شيخ الطريقة. ده ما نتكلم فيه. كيف عندك هنا أحمد التجاني بيقول إنه عنده صلاة الفاتح تعدل قراءة القرآن 6000 مرة. اللهم صل على محمد الفاتح لما أغلق، الخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق، الهادي إلى صراطك المستقيم بحق قدره ومقداره العظيم. قالوا دي كلمة دي أحسن من قراءة القرآن 6000 مرة. ده ما نتكلم فيه. كيف ده ضيعوا العقيدة والدين. فهمت؟ طيب فرصة مفتوحة للمداخلات. يزداد الإنسان إيمانا بالعلم يا أخواننا وبقراءة القرآن وبالإكثار من الطاعات وبالعمل بما يعلم. ربنا قال والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. طيب قال ما حكم من يقول أنه من الأفضل في دعوتك للمتصوف أن لا تذكر مشايخهم بسوء لكن دعوتهم باللين والأخذ بيدهم؟ واستدل بقوله تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله، فقال أن هذه الآية دلت على أنه لا يجب ذكر من يحب المدعو بالسوء. دي فيها السب. احنا هنا ما سبينا، لا قلنا ينعل أبو البرعي، لا قلنا ينعل أمه، لا قلنا ينعل حبوبته، وإنما جبنا كلامه. وكلامه ده شنو؟ هو طبعه في كتاب ونشره للناس وقال يا ناس لو عملتوا جوا الكتاب ده بتدخلوا الجنة، نكون سبيناه وكيف؟ فده استدلال ما يستقيم. ده نمرة واحد. نمرة اثنين من الأمور المجمع عليها بين جميع علماء الإسلام أنه من انتشر ضلاله بين الناس فإنه يشهر به ويذكر بين الناس. عرفتها؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال يا عائشة أتعلمين أن فلانا وفلانا لا يعلمان من ديننا شيئا؟ قالت وسمى رجلين. فدي كلها أدلة. طيب قال قال بعد يعني كأنه بعد معرفة ضلالات الصوفيين ماذا يجب على كل طالب أو أي مسلم يعني لتجنبهم، وإذا كان والديك قالا لك أنهما غير راضين عليك إلا أن تتبع ملتهم؟ طيب الواجب عليك يا أخواننا برضو تتعلم. أول حاجة تتعلم وتسأل الله الثبات على الهداية وتبعد منهم بعيد وما تسمع لهم. دي برضو من الأمور المهمة. في ناس بيسمعوا لناس في اليوتيوب وغيره بيضلوا بالسبب ده ومناغشات إلى آخر. من الأمور المهمة برضو إذا كان والدينك قالوا لك إلا تبقى تجاني أو تبقى صوفي أو كده ما تطيعهم. ربنا قال وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الطاعة في المعروف. ولا بتبقى عاق والدين لكن تصاحبهم في الدنيا معروف. يعني أبوك كان تجاني
قال لك سوقني الحولية ما تسوقه ولا انت آثم، لكن قال لك جيب لي جيب لي خدار امشي اشتغل كذا كذا كذا، ده ما فيه، ده تطيعه فيه وتصاحبه في الدنيا معروفة، تحسن له وربنا اداك قروش تديه الاخر. طيب قال اسمع كثيرا كلام من بعض العلمانيين والشيوعيين يقولون الامام البخاري ضال بسبب انه ذكر في صحيحه أن الرسول صلى الله عليه وسلم في بداية دعوته لما تأخر عنه الوحي صعد الجبل فحاول الانتحار، فيقولون لا خير في شخص يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم حاول الانتحار، فمن رد على هذه الشبهة؟ هذه الشبهة الإمام البخاري أوردها في الصحيح، ليس مقرا لها، ليس مقرا لها، وهذه الرواية جاءت مرسلة وبينها الإمام البخاري، والمرسل من قسم الضعيف، المرسل من قسم شنو يا أخواننا؟ الضعيف، فجاء بها الإمام البخاري لبيان شنو؟ لبيان بطلانها. وإلا لو كان أي زول جاب في كتابه كلام يعتبر بسبب الكتاب باطل، ربنا في القرآن جاب فرعون يبقى القرآن باطل؟ فلكن بنقول جبته لشنو؟ الكلام ده جبته لشنو؟ لو البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم جاب الكلام ده لأنه النبي صلى الله عليه وسلم حاول الانتحار ودار يحصل له البخاري، بيبقى هنا الطعن في البخاري. أما إذا جاء به الإمام البخاري ليبين ضعفه ويرد عليه فهذا ممدوح، ولأنه مما انتشر بين الناس. طيب قال ماذا تعرف عن راغب السرجاني؟ ده أخو مسلم بيقول الأمة لو دارت تصلح تبدأ بالحكام فوق، تصلح الحكام، وده الفهم بتاع ناس داعش. الغريب إنه أخواننا كثير من الناس يعني في مجتمعك لو شفته يقول لك والله داعش ده الكعبين، وصح كلامه صح كعبين، لكن تقول لها الحل شنو؟ يقول لك والله ده كله من الحكومة. طيب انت خلافك مع داعش شنو؟ ما في الموضوع ده ذاته، انت عارف خلاصة ناس داعش انه موضوعهم في الحكم فوق، ده الخلاصة بتاعته. عشان كده العلماء قالوا الخوارج عندهم اصلين، الاصل الاول تكفير الحكام، انه يكفروا الحكام بالباطل. الاصل الثاني الخروج على الحكام وإثارة القلاقل والفتن، والنبي صلى الله عليه وسلم قال الخوارج كلاب النار، كلاب النار. طيب فزول كونه يا أخواننا امشي يستمع لمنهج داعش باسم ثاني فما غيرت حاجة، يعني سميت داعش، سميت جبهة النصرة، سميت تنظيم القاعدة، سميت اسم شنو ديل النيجيرين ديل بوكو حرام، سميت دولة الإسلام ببلاد الرافدين، بالمناسبة في داعش سودانيين انتم ما عارفين الموضوع ده، دولة الإسلام ببلاد الرافدين ودولة الإسلام بشنو كده النيلين، كويس، يقول لك أبو زعيط المحسي، يا زول ما تقوم على حيلك، والله قاعدين موجودين، لكن الحمد لله يعني ربنا كفانا مؤونتهم ومكبوتين، لكن موجودين. وأنت ما تتخيل إنه بيجي يقول لك رح وسوي كده، لا، أول حاجة بيجيك بالراحة والدين وكده، وبتلقاهم بيجاي مكتب العلمية، أريد أن أتوب ولكن أريد أن أخلط ولكن أريد أن أحب ولكن وكذا، ويتكلم معاك ويجيب لك أناشيد لاي 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 هاي هاي هاي، يا زول أنا ما تمشي تسمع أنت وأنا عديل، بدل الكلام الفارغ ده، بدل تقعد تلف وتدور، فده كله كلام باطل واستثارة للعواطف عشان يمرقك بغادي، وضللوا كثير من الناس للأسف الشديد. الناس الزاعمين إنهم هم دعاة للسلفية زي أنصار السنة وكذا بيقوا ماشيين معاهم، ماشيين معاهم، ونحن صح كلامنا شين وحار ومر، لكن قاعدين نقول الحقيقة، ها؟ وكثير من الناس في واحدين قروا شهادة سودانية وخشوا الجامعة دي، كويس؟ أخونا الشيخ أبو بكر جزاه الله خير لقى الودة بيمشي مع واحد اسمه أمجد فيصل، ده بيقرأ أظن ويسكول جامعة الخرطوم، هسي قاضي في داعش، خرج له 4 سنة ولا حاجة زي، قاضي في داعش، وعنده أخوه برضه شهادة سودانية مات هناك في سوريا ولا وين، كويس، قال للمرأة ولدك ده الحقيه وماشي مع ناس كعبين، قالت له لا لا وكده ودي ناس كويسين، بعد شهر جات تبكي ولدي ساقو ولدي مشى، فهمت؟ فما تباري الناس دي. طيب قال راغب السرجاني ما تسمع له، شوف أغلب الإعلام يا أخواننا ما هو إعلام بيقدم الحقيقة للناس، أغلب الإعلام إذاعة الطيبة قناة الطيبة، إذاعة نور قناة نور، إذاعة البصيرة قناة الاستجابة، دي كلها قنوات والناس وتاني شنو المجد بتشوف إنها كده قنوات دينية،
لكن هي بالسلك السم في الدسم كما يقال، السم في الدسم. ناس إذا عطيبة دل بيجيبوا ناس عبد الحي يوسف وعلى الدين الزاكي، وديل الناس بتأصيلاتهم كثير من الشباب استلموا الفكر بتاع الخوارج بتأصيلاتهم، وإن كانوا هم ما منتمين لهم تنظيميا، لكن في النهاية نفس المنهج في النهاية بيقودك للموضوع ده. كويس. على الدين الزاكي قال للناس أنا دار أديك نموذج واحد عشان بعدين الزول ما يقول لا أنا بسمع ولما أسمع الكلام ده بزيح، لا بتركب فيك شبهة. هما بيجوا بيستدلوا لك بالإنجيل ولا بيستدلوا لك بكلام فرفور، بيستدلوا لك بالقرآن، لكن يفهمون القرآن على غير فهم الصحابة والسلف الصالح، ويحرفون الكلام ويقطعونه، وأنت لا دراية ولا تخصص لك بذلك فتضل بذلك. قال للطلبة في كلية الطب جامعة الخرطوم، قال لهم ربنا قال ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. الآية دي واضحة ولا ما واضحة؟ طبعا في طلبة برضو تكفيرين زي وقاعدين في الغاعة، قالوا واضحة. قال أيوة، قال حكمت بغير ما أنزل الله، قال تكفر زي السلام عليكم. أنا أول مرة يلاقيني كفر زي السلام عليكم، فهمت؟ لكن قال بتكفر طوالي. أهذا لما يركب لهم الفهم ده، والعلماء كلهم أجمعوا كما نقل ابن تيمية ونقل ابن القيم في مجموع الفتاوى، ابن القيم في مدارج السالكين، إنه قال الآية دي ليست على ظاهرها، ليست على ظاهرها، فإن في الشريعة كفر أكبر يخرج من الملة وكفر أصغر لا يخرج من الملة، ولكنه كبيرة وعظيمة، وأن الإنسان إذا وقع وأن الشريعة إذا أطلقت اسم الكفر قد تعني به الكفر الأصغر الذي لا يخرج من الملة، كقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. لقيت لك نفرين قاعدين في بمبر جمس الشاي، نحن عرب وانتو زرقة، ونحن فعلتكم والبلد دي حقتنا، ونحن داك تبعنا وداك ما تبعنا، وانتو أصلا مخلوطين من كده ودين، لقيتهم بالطعن. الكلام ده صح يا أخوانا؟ صح ولا باطل؟ ده باطل، ده طعن في النسب ولا ما طعن في النسب؟ طعن في النسب. طيب القاعدين في البمبر دي الكفار؟ ما كفار. ليه؟ لأنه الكفر هنا هو الكفر شنو يا أخوانا؟ الأصغر. إنت لما تفهم وتقرأ وتتعلم تقدر ترد على الموضوع ده، لكن لما تبقى مسكين ساوي يغشك قول لك كافر، هاي أيوة قول أيوة ده كافر بيبنبره طوالي تمرقوا برا الدين لأنه بيجهل. كويس. فعشان كده يا أخوانا لابد الإنسان يتعلم وما يمشي ساي، والدين ده ما تخليه تشيله من أي زول. المهم الموضوع ده طويل، لكن أيوة قال ما تقول قال ابن عباس قال ولا فلان قال. وطيب أقول لك من يعني؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال عن ابن عباس اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. العلماء قالوا تفسير ابن عباس له حكم الرفع. معناه شنو يعني حكم الرفع؟ معناه هو مأخوذ من في النبي صلى الله عليه وسلم، يعني حكم الحديث واحد. طيب المهم ده كلام طويل. السؤال ثلاثة، قال بعض الناس ينكرون صفات الله عز وجل وينكرون كلمة العقيدة، فما مصدرها؟ وينكرون أن ينتسب الإنسان إلى السلفية. فضل كم. طيب صفات الله سبحانه وتعالى ثابتة بالكتاب والسنة. من هذه الصفات أن الله سبحانه وتعالى متصف بالعلو، ربنا قال سبح اسم ربك الأعلى. ومن هذه الصفات أن الله متصف بصفة السمع والبصر والحياء والقدرة، وأن الله سبحانه وتعالى ينزل ويجيء إلى آخر. فهذه صفات لله سبحانه وتعالى، وربنا قال وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. المثل الأعلى أي الوصف الأعلى، فدي ثابتة. وربنا قال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله حيي ستير يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين. فدي كلها صفات لله سبحانه وتعالى. أما اللي بينكر الصفات ديلا الصوفية يقول لك ما تقول الله في السماء. ليه؟ لأنه السماء مكان، وإذا قلت الله في السماء معناه جعلت لله مكان، وإذا قلت الله عنده مكان معناته أنت حددت الله، وكان الله قبل وجود المكان وقبل أن يكون المكان، وكان بلا مكان فهو كان ولم يكن هنالك مكان. يقوم يمشي فيك الوهمة دي، فهمت؟ صح. النبي صلى الله عليه وسلم قال كان الله ولم يكن شيء غيره، وفي لفظ بعده وقبله قال وكتب في الذكر كل شيء وخلق السماوات والأرض. لكن أدلة أن الله
في العلو ثابتة في 7 آيات. ربنا قال الرحمن على العرش استوى، ده نمرة واحد. من الأدلة قصة الإسراء والمعراج، تلقى صوفي عامل له زلابية ومكره الناس في الحلة النوم بالنوبة بتاعته الإسراء والمعراج، ده دل 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 وكورك وينططوا وكشاكيش ودلاقين ولافين ونساوين حيمات فيش يا ناس. يقول لك الإسراء والمعراج أها، والإسراء كان لوين؟ يقول لك لبيت المقدس. والمعراج كان لوين؟ كان للسماء، وهناك من السماء السابعة نبي صلى الله عليه وسلم وصل إلى مستوى يسمع فيه صريف الأقلام كويس، ثم فرضت عليه الصلوات. والقصة بين النبي صلى الله عليه وسلم بين ربه وموسى لغاية ما بقى 5 في الأداء و50 في الأجر أها، ويقوم يبكوا ويتمخطوا. طيب يا صوفي الله وين؟ يقول لك أنت وهابي. وهابي كيف يا أنت هسي ما أكلت الزلابية؟ الزلابية دي ما أكلها فوق كم؟ فهمت؟ فده الناس ما عندهم عقول. أما الآية الرحمن على العرش استوى، العلماء آمنتم من في السماء، العلماء قالوا السماء إما أن تكون بمعنى العلو فإن الله في العلو وده ما فيه إشكال، وإما أن تكون السماء المخلوقة، ولكن في تأتي في بمعنى على، يعني أأمنتم من على السماء يعني فوق السماء. طيب هل في بتجي بمعنى على في القرآن أو في كلام العرب؟ نعم، ربنا سبحانه وتعالى قال في الآية القبالة أو آيتين قبالة في سورة الملك، هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا شنو في مناكبها، معناه نشق الوطاء، يعني أنا ساكن جبرة دار أجي جامعة السودان، شيل معي بلدوزر ولا حاجة أشق أحفر متر كده لتحت وبعد ذاك أشيل لغاية ما أصل الجامعة، هل ده معنى الآية؟ ولكن معناه شنو؟ على الأرض. وربنا قال فسيحوا في الأرض، ها تبقى سمن يعني ولا تبقى ولا تمشي كيف بفوق للأرض؟ فده الناس غريبين. وفرعون قال ولأصلبنكم في جذوع النخل، ما معنى يقرقر من جوا ولكن على من بر يعني من فوق لها على جذوع النخل. فده الناس ما عندهم موضوع. وأدلة كثيرة منها قول النبي صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. الشحات بيقولها، صوي يقول لك يا سلام، تلقى ما دي سبحته وتلقاه يمرق له 5 جنيه ويلفها في الجامع كله نظاما احنا بندي الناس عشان بعدين لو انت مشيت تدي نصيحه يجي يطعن فيك كويس. اها انت اديت الزول ده ليه؟ لانه جاب حديث الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء، ونحن صدقنا عشان ربنا يرحمنا. طيب الرحمه دي جاتك من وين؟ من الله. والحديث قال لك الله وين؟ يقول لك ها لا يسال عنه باين. طيب ما انت هنا اديت مركت القروش يا صوفي. طيب حديث ثاني، حديث الجارية، صحابي رضي الله عنه غضب من جاريته فصك على وجهها ضربها في وشها، فجل النبي صلى الله عليه وسلم حكى له، والنبي صلى الله عليه وسلم حرم هذا الفعل وعظمه عليه، فقام قال له ألا أعتقها يا رسول الله؟ قال له أعتق لكن قبل ما تعتق ناديها. فقام ناداها قال لها أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال أعتقها فإنها مؤمنة. الشهيد لا بالإمام منه هو الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن كل ما خطر عن الله ببالك فالله فوق ذلك، لأنه ربنا سبحانه وتعالى قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. طيب قال ناقشت شخصا مبينا له ضلالات سيد قطب، فقال هي زلت لسان والرجل عالم فما ردكم؟ زلت لسان يا اخوانا بتكون مزلوقه جوا الكتاب، يعني زلت من اللسان وبرد لب نطت في الكتاب، لقاتكم زله زي دي؟ دي ما زله دي كتبها. واخوه محمد قطب قالوا له يا اخ كتب اخوك دي فيها باطل، يا ترد تقول الكلام ده حق يا تشيله، اخوك ده مات شيله برا. قال لا ما بشيله. ليه ليه بتطبع كده يجيب الكتاب ده؟ ده الكتاب الان بيبيعوه في الدار السودانيه للكتب حق سيد قطب، معركة الإسلام والرأسمالية. بيقول الإسلام صنع مزيجا بين الشيوعية والنصرانية، الشيوعية اللي بتقول الله ماف والنصرانية اللي بتقول الله بيشاكل مع الأنبياء، واللي بتقول إنه الأنبياء ها بيزنوا ببناتهم. قالوا الإسلام صنع مزيج من ديل سيد قطب، فدي زلة لسان كيف يعني؟ طيب قال أرجو التعريف بالشيخ محمد سعيد رسلان، لا يعرف الحق بالرجال وإنما الرجال يعرفون الحق، اعرف الحق تعرف أهله. طيب قال من هم
الطريقة الركينية، ديل أتباع الركين، ده من عنده عجائب وبواقع. زول عادي بس غطس فترة ومرق قال هو بقوالي من الأولياء. طبعا في السودان عادي بتسوي لك طريقة، فهمت؟ تجيب لك إبريق أخضر وفوقه 12 نبلة سكر، وتجيب لك لالوبة طويلة، وتعمل لك زلابية، وتنادي ناس الدار. ناس الدار ديل أكثر ناس ينشروا لك الإشاعات، كويس؟ يقول لك ظهر ما أعرف لك فار بهم بدأ يصير الرعب في الرياض. يا ناس هو الساكت وغنمايا بالحجوسي في الوحدة تلت تيمان تيسين، يعني حتى لا جدادة ما صح تلت تيمان تيسين، فكلام غريب. فده قال من كرامات أبو الشيخ إنه الشيخ ما عارف كان مفلس وما عنده قروش وأولاده جعانين وبيبكلوا في كرعينه، فدع الله قال فجاءت قدرة من فول. يا ناس والله أسي خش اليوتيوب بتلقاه، ولا قال مطره مش مطره من فول، قال فول أنا ما أعرفه مصلح ولا فيه دكوة، المهم. طيب تاني قال شنو؟ بيقول إنه أنا قال بعبد الله لا خوفا من ناري ولا طمعا في جنتي، وده كله كلام بتاع الحاد. ربنا قال عن الأنبياء إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. ويقول لك تنادي الركيني، نادي ركيني كالبرق رمش يلف الغرقان سوال وينش، لكن هو بغش السودانيين بكلام هم ما فاهمين ولا هو فهم. إن الهجرة التي تهجرت وهجر عنها الهجر، وهو تلقى الناس يا سلام. واحد بيحكي من أخواننا أبو قال لي لا تخليني أصلي مع الشيخ ده، زول قال لي زول خطير، قال لا أبو ده ضال وساحر، أبو يصدق عنده عطالة لما يسمعوا الكلام ده بيعملوا حركات عشان أنت يغشوك. يا سلام يقوم يكورك، أوه صلوا عليه يا أخ ده، بقول في الخطبة مرحبا بك يا رسول الله، يقول رسول الله جاء في مربع ستة أبو آدم، والله مرحبا بك يا رسول الله، واحد يقلب هوبة. ده جاء في الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم قال من مص الحصى فقد لغى، ده يقلب هوبة ذاته، يقلب في الحصى ذاته هوبة مش مساه وساكت، كويس. أبو قال لي إلا توديني يا أبوي إلا توديني، مين مشى معه؟ قال قاعد وداك يغشهم ويكذب عليهم. في النهاية جاب له حاجة كده، واحد من الدراويش قلب فوقه باكورت فهمت، عوق لك ظهره، ده قال خلى الخطبة ومرق طوائفات. يا ناس ده ما دين، ده ما دين بتاع الشغل ده. ونساوين ما شات، و2005 جريدة الدار ذاتها بتاعتهم هم بتاعت الصوفية جابت انه زول ده قبضه، واحدة جاها جاته واحدة دايرة جنى قال لها انا جاني ابو بكر وعمر وعثمان في النوم وقالوا راجلك يطلقك وعرسك انا، شوف اللعب ده كيف، كويس. وهسي انت معناها لو دار تخلط في الجامعة دي تنوم وتشوف لك واحدة شهادة عربية، انا جاني عثمان بن عفان قال عرسك. فده هو الساي يا ناس، ده ما دين، وده بقى لعوبة وضحوكة أمام الناس.